ويبغى له تركيز. السؤال: الفيل يبيض ولا يولد؟ يبيض. يبيض. يولد. يولد. ليش قلت يبيض؟ أساساً لأن الفيل نوع من فصيلة من فصائل الماموث، فهمت؟يا سلام عليك. فالماموث يبيض. فما رأيك إن الديناصور اللي أكبر حجم يبيض؟ فأكيد فأكيد الفيل يبيض. يا سلام عليك. طيب. أساساً شايف فيلم. وأنت قلت يولد. ليش قلت يولد؟ بغير بغير يبيض يبيض. 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 يعني بتغير إجابتك. إجابة نهائية. نهائية خلاص. نهائية. وأنت إجابة نهائية. لا. ما لا أبغى أغير. يولد. يولد. إيه. أنت بتقول يولد. إيه. إذن إجابة صحيحة على أخوي محمد الموسى. حياك. فعلاً دقيقة. الفيل. ليه؟ أنا قلت له أول شيء قلت يولد. إيه بس قل لا إله إلا الله شهراني صح؟ إيه نعم. شهراني دقيقة قل لا إله إلا الله. طبعا تستاهل هذه دقيقة. طيب دقيقة بنعطيك جائزة. أبشر حتى أنت بنعطيك جائزة. أبشر أبشر تفضل هذه جائزتك. أنت بما أنك قلت أن الفيل يبيض جائزتك بيضة. هذه بيضة الفيل جائزتك. Really nigga. دقيقة أمسك البيضة شوي. هذه اعتبرها بيضة الفيل تمام. طيب حلو. وهذه يعتبرها جائزة وتقدر تفطر عليها ترى فيها بروتين. شنو دراعك عينت يا بوي؟ أنا قلت يعني... أول شيء إيش فيك أنت؟ اي بس هو قد غير اجابته. انا قلت اجابه نهائيه. أوه. أوه. لا